أهلا بكم من جديد. ارتكبت مجموعة من القراصنة ما يمكن وصفه بأكبر عملية سرقة على الإطلاق في عالم التمويل اللامركزي، وهذا بعد سرقتهم نحو 600 مليون دولار من العملات المشفرة، وهو ما يؤكد على أن منصة العملات المشفرة ما زالت منطقة فوضوية مليئة بالاحتيال والمخاطر. نناقش هذا الموضوع مع ضيفي أحمد نجم المحلل الاقتصادي. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. وفي البداية إحنا بنتكلم عن قيمة سوقية لسوق العملات المشفرة تقترب من تريليوني دولار و 11 ألف عملة مشفرة. هل تؤثر 600 مليون دولار فقط على سوق بهذا الحجم؟ في البداية أهلا بحضرتك أستاذة دينا وبالسادة المشاهدين. طبعا يمكن الاختراق اللي شاهدناه اليوم هو ليس أول اختراق ولن يكون الأخير بطبيعة الأمر. يمكن احنا شفنا في الفترة الماضية موضوع السايبر سيكيورتي أو موضوع الأمن السمراني هو المسيطر بشكل كبير جدا، وتخصص له دول كبرى ميزانية مخصوص لحماية معلوماتها وحماياتها من عمليات القرصنة. هذا الموضوع الذي نتحدث عنه بما يتعلق بالعملات المشفرة وما يتم الاختراق في أكثر من منصة، يمكن هذه ليست المرة الأولى، هو أمر ربما سيتكرر أكثر من مرة. تحاول في الفترات الحالية والفترات المقبلة بطبيعة الأمر كل تلك المنصات أن يعني تقوم بتأمين يعني منصتها بشكل ما، ولكن تظل المشكلة الكبرى موجودة حتى الآن، وهي أن العملات المشفرة تفتقد بعض من المميزات التي روج لها في بداية الأمر، وشهدنا ارتفاعات كبيرة على هذا الأساس. روج لها على أنها عملات آمنة، روج لها على أنها لا يمكن أن يتم تتبعها، روج لها على أنها أصل يحتفظ من عمليات التضخم. كل هذه الأمور ربما يعني يوما بعد يوم تبتدي أن تختفي بعض الشيء، ولكن هذا الأمر لا يمنع على أن أسعار العملات المشفرة ربما تظل آخذة فيها الارتفاع في الفترة المقبلة، ولكن حتى الآن ما زالت هي في خطر كبير من خسارة المميزات التي روج لها في بداية الأمر. طيب، كما ذكرت ليست هذه المرة الأولى التي تخترق فيها العملات المشفرة، لكننا نجد مع ذلك أن السوق يستقبل مستثمرين جدد رغم هذه المخاطر، ما تفسيرك لذلك؟ هو دايما فكرة الترويج، يعني احنا بنشوف دايما ترويج للعملات الرقمية على انها سترتفع الى مستويات لا نهائية. طبعا هذا الامر غير منطقي نوعا ما، وهي فكرة الثبات هو الذي ربما يدعم قيمة العملات اذا تم التسويق الى هذه العملات انها ستكون وسيلة للدفع والشراء. على سبيل المثال شهدنا في الفترة التي تم وضع بعض العقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا، وشهدنا انهيار للروبل، كانت هذه المرحلة او السبب الاساسي في هذا الانهيار كان بسبب الانخفاض المتتالي لاسعاره، يعني بدأت المنصات و السوبر ماركت تمتنع عن الاستقبال والتعامل بالروبل، وبدأت ليها تواجه بالدولار، فشهدنا انخفاض أكبر وشهدنا انهيار أكبر. ففكرة الثبات والاستقرار لأسعار العملات هي التي تدعم فكرة قبولها في عمليات البيع والشراء، هي تفتقد أيضا لهذه الميزة. الترويج المستمر لي أن الأسعار سترتفع لأسعار أكبر هو من يدعم ويحافظ على هذا الأمر. أيضا المشاريع الأخرى والمشاريع التي يروج لها بشكل ما، هي في حقيقة الأمر هي مشاريع موجودة، هي مشاريع ربما لها مستقبل كبير، هذا الأمر لا يمكن إنكاره، ولكن الأسعار دائما تكون مبالغ فيها. على سبيل المثال عملة الدوج كوين، عملة الدوج كوين هي عملة يعني لا تستخدم في أي مشروع، على أساس فقط من دعمها هو إيلون ماسك عندما تحدث على أنها سترتفع أو أنه يريد أن ترتفع، شهدنا الارتفاعات والارتفاعات متتالية حتى الآن. فكل هذه الأمور التي تدعم أو يمكن أن نتوقع من خلالها أن هذه العملة سترتفع وأن هذه العملة تنخفض تفتقد إلى المنطق في العملات الرقمية بعض الشيء. لكن بما أنك أتيت على ذكر إيلون ماسك، وهو طبعا من عمالقة التكنولوجيا في العالم، في فترات أخيرة بدأ يتخلى بشكل واضح عن دعم العملات المشفرة، فما الذي يغير اتجاه هذه المؤسسات أو هؤلاء رجال الأعمال الكبار؟
هو في حالة الأمر يعني لم يتخلى بشكل واضح، ولكن هو تخلى بخوف من العقوبات التي ربما يتلقاها في الفترات المقبلة نتيجة لما تم يعني ترويج له في الفترة الماضية، وخصوصا في لكنه سمح في فترة سابقة بأنه يتم شراء مثلا سيارات تسلا بالعملات المشفرة، وبعد ذلك يعني ألغى هذا القرار. هو يعني كما اتحدث مع حضرتك، هو موضوع لم يتخلى تماما حتى الان. هو يتحدث على ان في حاله الوصول لعمليه المايننج بالطاقه النظيفه بشكل يعني يتجاوز ال 50%، سيقبل تسلا مره اخرى التعامل بالبيتكوين. ولكن يعني ليست هذه المشكله، لان احنا منذ قليل تحدثنا على ان البيتكوين او العملات المشفره التي يعني تستحوذ على ارتفاعات كبيره او انخفاضات كبيره كل يوم هي لا تصلح لعملية أن تحدد بها أسعار المنتجات. يعني في الدقيقة الواحدة وربما في الثانية الواحدة سترتفع بشكل كبير أو تنخفض أيضا بشكل كبير، فلا يمكن أن نقيم بها أسعار المنتجات. ف يعني الترويج لها أنها ستقبل الدفع عن طريق البيتكوين أمر يفتقد إلى المنطق نوعا. طيب، هل لدينا أرقام عن حجم الخسائر التي تسببت فيها عمليات الاختراق للعملات المشفرة منذ أن بدأنا نشهد هذا الأمر؟ يعني هي في حقيقة الأمر في بعض المنصات اللي بيتم الإعلان عن هذه الاختراقات، وبعض المنصات الأخرى لا يتم الإعلان، والأرقام متفاوتة حتى الآن. يعني حتى ال 600 مليون دولار اللي تم الإعلان عنهم حتى اليوم هي ليس رقم بالأكيد، ربما أقل من ذلك أو أعلى من ذلك بكثير، ربما لا نعلم هذا الأمر. أيضا فكرة الخسائر ليست فقط في عمليات القرصنة، بل أن العملات المشفرة لا تورث. يعني على سبيل المثال، إذا كان شخص يمتلك البيتكوين وتوفى فلا يستطيع نقل هذه الثروه الى يعني وراثته بشكل طبيعي، فهنالك خسائر كبيره، هنالك من قام ب يعني طب من الى عدم من تذكر. تؤول هذه العملات المشفره اذا في حال وفاه مالكها؟ لا تقول الى احد، تظل كما هي تطير. في بالضبط. فيعني ليس لها يعني فكره عمليه انتقال كالاسهم مثلا على سبيل المثال، فهي تورث بشكل طبيعي. الاموال في البنوك هي تورث بشكل طبيعي، النقود والاصول العاديه تورث بشكل طبيعي، فهي هنالك خسائر كثيره، هنالك من تناسى وتغفل الرقم السري في بعض الاوقات، فايضا امواله ضاعت بشكل كبير. يعني هنالك خسائر ربما لا يمكن ان نحتسبها بارقام واضحه وبشكل واضح. هذا يأخذنا للحديث عن طبيعة تعامل الحكومات مع العملات المشفرة. البعض يهاجمها وبقوة والبعض الآخر يقننها. كيف تنظر لهذا التباين وإلى أين سيأخذنا؟ وفي حالة الأمر يعني ما زال العملات المشفرة وليدة حتى الآن، نتحدث على أنها ما زالت وليدة، وستظل هنالك بعض القيود عليها من جميع الدول حتى مع المستقبل الذي يعني ربما يلمع لبعض العملات أو الأدوات الأخرى. ستظل الولايات المتحدة على سبيل المثال تهاجم البيتكوين نتيجة لاختفاء التحويلات وعملية غسيل الأموال وعمليات مشبوهة أخرى، أيضا عملية الطاقة التي تستخدمها عملية المايننج. شهدنا الصين التي كانت تحتضن عملية التعدين في بداية هذه العملات، ثم الآن تلفظها بشكل كبير وتطردها، والمعدنين يبحثون عن ملاجئ أخرى. ستظل هنالك مشاكل كبيرة أعتقد لن يتم حلها في الفترة القريبة المقبلة، وستظل تلك المشكلة حتى يعني يكون هنالك ثبات وهدوء، ويكون هنالك هذا الأصل الذي ربما البعض يعتبره أصل إن كان مشكوكا في أمره، حتى يكون شيء واضح يمكن الحديث عنه ويمكن التعامل عليه في كل الدول. وهذا الأمر أعتقد أنه ليس في القريب العاجل وليس في الوقت المتقدم، يعني أعتقد أننا نتحدث عن 10 سنوات على الأقل. أستاذ أحمد، ما هي المشكلات المرتبطة بعملية التعدين؟ عملية الطاقة يعني يستهلك طاقة كبيرة بشكل يعني ربما طاقة مدينة مثل سويسرا ودولة مثل سويسرا،
فقط عملية التعدين تستهلك الطاقة التي تستهلكها. يعني عملية التعدين هي عملية خطرة جدا، ويعني إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن هي تتحدث منذ بداية ترويج لحملتها على فكرة الطاقة الخضراء. وإذا نتحدث عن إيلون ماسك فهو أيضا يخشى من العقوبات التي يعني ربما تفرض عليه بسبب الترويج لهذه العملات من موضوع الطاقة الخضراء التي يروج لها الرئيس الأمريكي جو بايدن. فكرة الاحتباس الحراري في عملية الطاقة الخضراء والتوجه والابتعاد عن كل الأدوات التي ربما تستهلك طاقة بدون فوائد حقيقية تعود على أرض الواقع هي أيضا فكرة مرفوضة، فهي فكرة يعني ربما سيتم مهاجمتها بعض الشيء، خصوصا في ظل العالم جميعا يعني نشهد في الفترة المقبلة الحديث على موازنة ضخمة وعملية تحفيز بقيمة 3.5 تريليون دولار. نعم، التغير المناخي وجزء كبير من هذا الأمر ربما يكون بسبب الاستهلاك الزائد إلى الطاقة وفي دون الحاجة إليها. شكرا جزيلا لوجودك معنا أحمد نجم المحلل الاقتصادي. إذن مشاهدين هكذا نصل معكم لنهاية حلقتنا الليلة من مال وأعمال، أشكركم جزيلا على المتابعة ونراكم دائما على كل حال.